مثال شنو؟ موسى بلال آخر مثال عند الله نزل يطرب. أنت كنت هو دفاصر المنتخب الوطني. والله. إيوا يا خويا هذو ديال ريتريت ما عرفوا لك شيء. مال الله. مال الله ما عرفونيش. وأنت كان معاك أصحابك اللي كانوا ينزلوا معاك؟ ما شاء الله كان معايا إبراهيم المالحة، معايا ولي عليا، معايا إيفادي، معايا تنقول الكويري، معايا فودي، معايا لامين جوب، معايا أبو سيديبي، معايا بلال سيديبي، معايا سلاح من القاسم، خليفة جينغ، عبد الله جلو، بابا جلو. هاو كانوا غر هذا قطوا قستوا كم من دولة؟ أنا بعد دور عود قست قريب من 15 دولة ولا 16. تنزل في المنتخب الوطني مرابطون؟ والله قط دخلت كم من هدف؟ ما قد دخلت هدف. واجع والله. ايوا هو البيك وماتش الثاني كنت في تونس 2000 تصفيات كاس الافريقيا. ايوا هو البيك اللي تلعب بالعجل. ايوا هو المنتخب الوطني تعرف قط تسجل كم حدك تنزل فيه؟ قط تسجل كم فيها؟ قط تسجل كم من هدف حدك تنزل فيه؟ كم بيت؟ نقول لك كم يا ابوي؟ عين على لا لا في البطولات الدولية. معرفني أنا أعرف. أنا بقول لك. أهدافكم أصلاً من. أهدافكم منه. أنا ما أعرف. أهدافنا إبراهيم المالح. إبراهيم المالح. ومن ثاني. هو أحسن هداف عند المنتخب الوطني. حتى الحال. وعدت تشوف هون ميكانيسيان. عادل. فيت من. الكهرباء هذا مول. هذا لا كهرباء. عادل. ايوه هذا ميس راعي مكانه في قصار قول لهم رقمك حد كامل من البالون عنده كردان خاص يجي لميس هذا يعدل عنده قول لهم رقم تليفونك وبله انا من قطب الحاج رقم قول لهم رقم تليفونك رقم تليفوني 46 86 82 84 ايوه حد منكم عنده كردان خاص يجي لميس يعدل الباط عنده كردان ما كان شي باط لما كان شي باط ما عنده كردانات ما عنده لاعب منتخب الوطني المرتبط حقبه